بلا تفكر ديما بنتها وتفكر ولادها وتفكر راجلها بلا عشره قديمه ماشي عشره ديال اليوم. خبطت التليفون بقات تتفرج في الفيديو طات الغداء الغداء اللي حطات ماشي هو هذا. عرفتي لعبه كاينه تما علاش المراه مغيره؟ يوم ربع ايام دايخ وربي اللي عالم بيا. راه تنفكر الى الانسان ثاني تنقول اعوذ بالله من الشيطان علاش ربي عطينا ايمان بحال ربي عطيني امتحان. ممكن ربي عطيني شي حاجه تجربني بها واش نقدر نصبر ولا ما نصحت بالله. ولدك تيفيق اللود تيضربك هو ناس وبنتك تقول ماما ماما. مشاهدين ومتابعين صوت العدالة الأعزاء أهلا وسهلا بكم من العاصمة الإسماعيلية مكناس. واليوم اللي تلقينا الاتصال ديال حافظ. حافظ شكون هو؟ هو حافظ الفرشة المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي. حافظ اتصل بنا وقال لنا على أنه تعرض لمشكل. هادشي كامل غنتعرفوا عليه مع صديقنا حافظ الفرشة. خليكم معنا. أنا حافظ الفرشة يوتيوبر تنخدم فداك الشيء ديال الافلام قصيره. كنت بخير وعلى خير بعدا قبل ما ندخل لهذا اليوتيوب. بعدا كنت بخير وعلى خير الحمد لله. خرجت من السجن من الحبس. ابن ديالي تيدير هذاك الشيء ديال الكره. دخلت للهوايه باش نبقى نهضر على الدراري ديال اللي تيلعبوا كره وعندهم في رجليهم. وهادي هذا هو السنين ندمت عليه بزاف على هذا الشيء اللي طرا. دمرني ويدمر لي ولادي ويدمر لي أربعة ديال الوليدات والأم ديالهم. أنا المرأة ديالي معاشر معها 26 عام والزواج الوالدين ولا 25 عام وإحنا معاشرين. علاش أنا ما قاريش بعدا؟ هذيك المرأة ديالي فيها أمي فيها أختي فيها أبا فيها صاحبي فيها كل شيء الحمد لله. حتى دخلت لهذا القناة ديال اليوتيوبر. فين دخلت لهذا القناة ديال اليوتيوبر درت هذوك الفيلم اللي هو قلت لك. جال عندي واحد السيد قال لك اخ حافظ الفرشة ادخل معنا بواحد القصة ديال ندى حسي. ملي تدخلت فيها هاد السيد هذا اللي جال عندك وقال لك غادي ولد خميسات. ولد خميسات ولد المدينة ديال مدينة خميسات. علاش انا الاصل ديالي ولد خميسات مع حريولة هي الام ديالها. فين تلاقينا قالت لك صافي خدم على هاد الموجة. اني خدمت على هاد الموجة هادي. كيفاش يعني موجة؟ الموجة اللي كانت فيها في كانت ترى لي هذاك المشكل ديال البنت ديالها. وقبل المشكل ديال البنت ديالها فين كانت جات من الامارات فين هي دارت الاخوان فين جات ضربات بيضاء فين في مدينة مكناس ما عليناش. قبح الله والفقر بعدا هي الاولى. وكنت ما خدام ما والو بس انا يا نبقى نمشي نسافر وندير. راه ما عنديش تنبيع الكارو وممكن تسول اي واحد عليا هنا من الناس كبار ماني الحوانت هما يقولوا لك شنو هو حافظ. الاسم حافظ الفرشه قلوز ملقب ديالي هو حافظ الفرشه ما عليناش اخويا. دخلت معها في هذيك الدوامه الفقر اللي خلاني بقيت ندير الافلام. قلت على انه دخلتي معها الدوامه خلينا اكثر المشاهدين باش يفهموا الدوامه اللي دخلتي. الدوامه بحال بغات تضحك على الشعب المغربي والشعب الوطني بحال نضحكوا عليهم نمثلوا عليهم. انت تخدم على لاشين ديالك انا كنت ندير فيلم تزداني للدوامه اخويا. راه تتفكر ربي اللي عالم راه تترعد. راه ما سخيت ندير بزاف الحوايج انا براسي في هذه الحاله اللي راني فيها دابا. ما عليناش اخويا. دخلنا معاها في هذيك الدوامه واحد الساعه المراه ديالي فين كثروا عليا الاصدقاء تنمشي الخميسات بالطانوبيل بهادي. قدرت فيا المراه مع اسبقيه الزوجه ديالي تنحشم منها وعلاش فيها بزاف ديال الحاجات ديالي. وكانت تشوفني نصاب تولي هذا هو الاساس اللي تنطلب نصاب تولي بامر الله. قبل ما تمشي للمدام ديالك سي حفيظ بغينا نعرفوا قلتي على انه هي قالت لك من قبل انه ما تعاودش تدخل في هذه المسائل وخاصه المسائل ديال ندى فين كسروا عليا الطانوبيلات وهذه. قالت لي بعد ليا من هذه المشاكل. كنت تخوي الدار؟ كنت نخوي الدار تيدبروا عليا وصلنا ندير تنبيع الكارو. راه الناس كاملين تسولهم وما يعاودوا لك على حافظ. مره نبيع الكارو مره ندير الليمون مره ندير التفاح وربعه ديال الاولاد ونموت عليهم وتنموت ونجيبها ما عرف منين ونجي نوكلها لهم. تدخلت لهذ الدوامه ديال ندى حسي انا نطيح في مشاكل. شنو هو؟ قالت لي المراه بعد منهم حافظ. اني سمعت للمراه ديالي قلت لها صافي يا المراه انا نبعد منهم. حتى واحد النهار قال زيد الطبله ديالي حتى انا بلي يوتيوبر تنتبع الاجراءات اللي دايرين درتها. بانت لي ندى حسي مهبطه غيتها
حتى الاسم ديالها ما فهمتيني، واخا بنت الحومه تنهضر انا نيسان صراحه اللي بقلبي في مساني اخويا، ما عليناش ديال هذيك ديالها هكايا. شفت هذاك الفيديو بالله ما برا ما بطا هذيك الحبس يعني والعواشر هذه والعيدها خرجت لي انا بواحد الاعلان. شنو هو نادى درت فيديو خرجت ليها به بالله انا نادى بالله انا حافظ بالله وقفت معاك كيما درت لك الفيديو ديال الجمهور فين عيرتينا الشعب المغربي شفنا في وجه من في وجه هذيك البنيه ورغبنا الناس بالله هذيك البنيه بحال بنتي عندي تاين ثلاثه اربعه د الوليدات راه بحسوبه بنتنا ما بغيناكش تدمري وتخلي بنتك ويهبطوك للحبس. خرجنا باعلان عليك واستسامحوا النادى حسي كل شيء قال لك هي نسامحوا يعني ليها على وجه ولدها لقيتها هذيك دير فيديو باش ان الناس يتعاطفوا معها مولنا باش نهضروا بالطرف ديالها يعني هي واقعا انت دابا تنهضر معاك اخويا صراحه في الفيديو ديال ندى السي واقعا من الطلب ديالي باش ندير ليها بحال تنقولوا انا قبح الله الفقر بحال ندير لها طجه. فين قلبت في هذاك الفيديو القصه ديال ندى مع غيتا شنو واقع ليها شنو لقيت اخويا لقيت بالله قال لك عايره بنتها هذيك الهضره اللي قالت ليها راه كاينه في اليوتيوب ما عليناش دير هذيك ديال هكا اخويا درت هكا في الفيديو بقيت تنشوف وقلت حشومه العواشر هذا العيد هذا بحال بقات فيا تاينا عندي بنت كتعرف القايده غيتا انت يا حق ها كتعرف القايده غيتا يعني في الواقع سبقت تعاملتي معها اول نهار تلاقينا في مدينه خميسات فين الثاني هذاك عندها لا غيتا على القايده القايده ما تنعرفهاش انايا ندى حسي اللي ما هي اللي اول معرفه عندي لها نرجعوا قلتي انك انت الشي القايده غيتا في السجن بغيتي انت دير فيديو الناس يتعاطفوا بلا خبر الجوجه ديالي دابا ها المشكل كيوقع حتى واحد الساعه تنشوف هذاك الفيديو اللي وقع ديال البنت ديالها خرجت انا باعلان ندى هكا قلت لها انا دا كما انا درت لك فيديو على الشعب المغربي شاف من الحالة ديالك ما تنتيا العواشر هذا والعيد هذا ايه هي قلتي غلطات في البنية وانا خصنا نخرجوا المواضيع ديال البنت ماشي دابا الغرض ديالك والهدف ديالك حقيقي هو اجر مع سيدي ربي انا اي بحال فهمتيني بالله عارفك اخي عارفك انا دا بحال بغيتي تطلعي على ظهرها ولا ما نعرف سميت السيناريو اللي بغيتي ديري ليها كما انتيا تعاملتي معايا راه تير شي حاجه اخرى الثاني دابا انا تنقول هذه الكلمه قدام الخوت اللي داخل المغرب وخارج هذا المغرب دمرات لي حياتي انايا تنتمنى من الله في هذه الساعه يجيني خبر على الجوجه ديالي بامر الله ان شاء الله علاش داير الثقه في سيدي ربي الحبيب غنمشيو باش الناس يفهموا معنا الزوجه ديالك من بعد ما درتي انت فيديو اللي كطلب فيه سامح القايده شنو غيطرى من بعد من بعد البنت عندها التليفون ديالي التليفون ماشي ديالي ساري لها التليفون عندها شافتني داير فيديو عندها القناه ديالي نيتها مسكينه مشات عند ماما قالت لها ماما راه بابا راه قال لك راه تهضر على فلانه بس تخرج من سامح ليها فلانه وهذه الام ديالها قبضت التليفون من عند بنتها علاش انا الام ديالها ما عطيها ما عندهاش التليفون الام ديالها اللي هي الزوجه ديالها اه ما عندهاش التليفون ده قبضت التليفون بقات تتفرج في الفيديو جيت نتغداو وانت حطات الغداء شفت الغداء اللي حطات ماشي هو هذاك ماشي هو هذاك ما تتعامل معاك التعامل اللي حسيتي بها مغيره عرفتي لعبه كاينه تما علاش المراه مغيره وقبل ربي يحس بيا قلت يمكن هذا يمكن على الفيديو فين تهضرت علاش عطيتها وعد ما نبقاش الجوجه ديالي نتدخل ليك في هاد لافيرات وما نبقاش ندور للجهه ديالهم الا شي حاجه نديرها ولا هذه احدايا وهنا بالكارو ديالي وهنا بطبلتي واللي كتبوا لنا الله وقبلي وحنا واكلين وشاربين قبلات على داك الشيء انا غلطت انت بغيت ندير خير دار عليا الزوجه ديالك من بعد ما درتي انت هذا الفيديو هذا مشات واليوم اليوم الرابع اللي ما عارف اليوم ربع ايام ضايخ وربي اللي عالم بيا راه تنفكر الى الانسان ثاني تنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم علاش ربي عطينا ايمان بحال ربي عطيني امتحان ممكن ربي عطيني شي حاجه تجربني بها واش نقدر نصبر ولا ما نصبرش يعني باش نقول ديالك انت كان التعامل ديالك معاه مزيان مرتاح السبب السبب الوحيد هو نادى حسي فين دخلت معاه في هذوك لابيرات ديالها والحياه ديالي تدمرات تدمرات الولاد ما فهمت والو انا دابا الان ما فاهمش
مالا الان دابا ما فهمتش الحياه ديالي مالا تقلبات هكا ساس على راسها. راني مدمر وتنفكر بزاف د الحوايج والناس كلهم خليني صابر. الايمان ديالي قوي الحمد لله، هذا هو الفضل. ولعلاش تنشوف ولادي على انا دواز بارك، ما بغيتش ولاد عباد الله ولا ولادي تاهما يدوزوا في هذيك المرحله اللي انا عشت فيها ودزت فيها. وخرجات عليا نادى هي السبب، ودعيتها لسيدي ربي. كنت انا داير فيلمات باش نخرج مع وليداتي ونكون حياتي مبدله، وممكن بنادم يتبع لاشين من الاول ويفهم القصه ديال حافظ كلها وباش يفهمها. كاين اللي يقدر يثق وراه ربي فوق منا. علاش تختي راه الثقه ديال الله سبحانه، راه بنادم تيحكي من القلب ديالو. علاش انا ما قاري ما والو، اي هضره تنقولها اقسم بالله الا تخرج من القلب وربي اللي عان. علاش ما بغيتش نضيع الدموع؟ انا اللي طيعت الدموع. انا با الحمد لله نهار فين مات جات عندي الام ديالي تتجري وقالت لي قالت لي بقات تبكي. قلت لها امي ما تبكيش، النهار مات با بكيري فيه كان حي ماشي تمات. ودابا تنبكي ولادي، علاش تنبكي؟ تنبكي على ولادي، ما بغيتهمش يتشتتوا، ما بغيتش يكونوا عباره، بغيتهم يكونوا عباره نقيا. توجه حفيظ للزوجه ديالك وهي كتشوفك دابا حاليا؟ تنتوجه للزوجه ديالي بامر الله وتنقول ليها من القلب ديالي بالله المراه ديالي راني تنبغيك وراه عشره قديمه الحمد لله، وما دزتينيش ولو كنت مشدود في وسط الحباسات كنت تجي لعندي وتتموتي معايا الحمد لله. هذيك هي الزوجه الصالحه. باش نقول لك واحد الكلمه، إلا كنتي تتشوفيني راك خليتي وليدات، نوعدها هاد ندى حسي ولا هاد القصة ديال هاد الشيء غنحيدو عليا والحاجة دا فهمتيني، غنبدل حياتي معاها ونولي قاد ندير فيلم ما قادش. علاش؟ السبب اللي دخلني في هاد الشيء هي هاديك ندى ونحيدها عليا وأنايا هي دخلت بخيط خير، هذا هو السبب اللي مشاهدين ومتابعين صوت العداله الاعزاء كما كنشوفوا حفيظ الفرشه حفيظ اللي الدموع ديالو حاليا كنشوفوها ودموع اللي باغي الزوجه ديالو ترجع للزوجه اللي اربع ايام هذه باش خرجات. والسبب هو فيديو اللي داروا، والسبب هو فيديو اللي خرج وتيطلب فيه ندى حسي باش انها تسامح على القايده غيثا. اما ان شاء الله نوفيكم بكل ما هو جديد وان الزوجه ان شاء الله ترجع وترجع المياه لمجاريها ونشوفوا حفيظ دائما في المحتوى ديالو عبر القناه ديالو.